في متحف المجاهد بمدينة تيارت كان الموعد فنيا إبداعيا بإقامة معرض للصور برسم الصالون الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية بمشاركة 40 مصورا من 30 ولاية مع لمسة تقليدية، إذ نقل كل مشارك صورا من ولايته تعكس جمال مواقعها الطبيعية وثقافتها الشعبية. الفكرة كانت رائعة وجيدة، تستاهلها ولاية تيارت كمدينة تاريخية وكمدينة حضارية وكمدينة عريقة في الجزائر ككل. بالمناسبة، مسابقة لأحسن صورة من المواقع السياحية بالولاية، حيث التقاط الصور في كل مكان، وفي الليل استمتع الضيوف بمختارات فنية بين مسرح وموسيقى، فقد أبدع الفنان فيصل بختاش وبعثت ماما مسعودة. هذا شرف لي، واليوم عرضوني أنا في هذا المهرجان تاع الصور، جاءوا ناس من كل ولاية. الضيوف معجبون بما عايشوه خلال الأيام الثلاث. The organization was very well done. And we visited really beautiful sites, and I thank Monsieur Khalifa for the good organization, and it was a pleasure to be here. بالنسبة للصالون هذا اللي ندار في تيارت، ما شاء الله نقدر نقيموه أحسن صالون من الصالونات اللي قامت في الجزائر. فكرة الصالون كوسيلة للتعارف واكتشاف المواقع السياحية تحققت، وتبقى طموحات المصورين في اهتمام أكبر ورفع للمعوقات.